إذا كان والدي قد سماني باسم عبد المعطي، والعلماء اليوم منهم من ينكر الأسماء سوى الواردة في القرآن من أسماء الله تعالى، فهل علي أن أغير اسمي إلى عبد القدوس أو غير اسمي؟ لا، المعطي من أسماء الله، ثبت في الصحيحين حديث معاوية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن معنى قاسم والله غير المعطي، فالمعطي من أسماء الله، عبد المعطي لا بأس.